السلام عليكم، انا فادي الشهري، انصحكم تتابعون موسم صيف ابو ظبي 2016 راح يضم فعاليات كثيره منها مهرجان العربي للكوميديا وفي اكبر الاسماء في العالم العربي. استنونا في المهرجان العربي للكوميديا من ضمن فعاليات صيف أبو ظبي 2016 يوم 9 و10 سبتمبر. إن شاء الله راح يكون شيء جميل. استنونا.